عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المرحلة الأولى. موضوعنا اليوم، حضرتنا اليوم، مشتقات الدوال الأسية واللوغارتمية. Exponential function e للx، قوانين of e للx، rules of x، e x في e y ساوينا e، حاصل جمعهم x زائد y. أيضا e للx على e للy ساوينا e x ناقص y، e أس ناقص x ساوينا 1 على e للx، لن e للx ساوينا x، e للx ساوينا x، هذا رسم دالة ال e للx، فدومين ال e x هو يساوينا r، والرينج مال e x هو y حيث y أكبر من الصفر. راح ناخذ قاعدة اشتقاق الاكسبونيشال فانكشن. القاعدة العامة، مشتقة e f للx هي الدالة نفسها في مشتقة الأس، مشتقة الأس يعني أي اشتقاقة نزلها نفسها في مشتقة الأس. راح ناخذ بعض الأمثلة عليها. find dy على dx for y يساوينا e 3x، قلنا اشتقاق solution dy على dx تنزل هي نفسها e 3x في مشتقة الأس، هو مشتقة الأس 3x هو 3 ويساوينا 3 e 3x. example 2 find dy على dx for y يساوينا e sin x، dy على dx يساوينا e sin x تنزل نفسها في مشتقة الأس، عندنا الأس هو sin x، فعندنا يصير مشتقة الساين هو كوساين، فإذا رحم يصير عندنا كوساين x e sin x. find dy على dx for y يساوينا e جذر 1 زائد 5 x تربيع، راح نا دي واي على دي اكس، عندنا اي مرفوعة للجذر، راح تنزل الزاوية هي نفسها نزلت اي في مشتقة الجذر، مشتقة الجذر هو البسط مشتقة داخل الجذر، والمقام 2 في الجذر نفسه، ويساوينا 5 على اكس، جذر 1 زائد 5 اكس تربيع في اي جذر 1 زائد 5 اكس تربيع. اكزامبل الرابع، find dy على dx for y يساوينا secant تربيع ل e اس 4x، هاي هنا secant تربيع الزاوية، الزاوية هي e 4x، فاحنا راح نشتق secant تربيع، اشتقاق secant تربيع هو 2 secant ل e 4x في secant في secant e 4x في tan e 4x في مشتقة الزاوية، مشتقة الزاوية هي e 4x، فتنزل نفسها e 4x في 4. فاين ناخذ ان اكزامبل، فاين دي واي على دي اكس فور واي يساوي ان اي اوس اكس تربيع في تان اكس، الزاوية هي اكس تربيع في تان اكس. نلاحظ ان الحل هذا هنا دي واي على دي اكس ما طول عندنا اكس، احنا تنزل لنفس الداله اي اكس تربيع نزل نفسه في تان في مشتقه الاس، الاس هو عندنا اكس تربيع في تان، يعني عندنا حاصل ضرب دالتين، الاول في مشتقه الثاني زائد الثاني في مشتقه الاول، يصير عندنا اكس تربيع في سيكنت تربيع اكس زائد تان اكس في 2 اكس